الرحيم وبه نستعين. انا احب اوجه رساله لكل اللي بيلعبون معي مباراه في جنون الشوارع. ابي اقول لكم البطوله عندي، ولا فتيري ولا مساعد رشيد ولا مزروع المزروع ولا خرابيط، هذه كلها لاي سبورت كوره تركي الاجمه، هذا كله خرابيط. الفوز عندي انا والبطوله عندي انا، وزي ما انتم شايفين هنا في اشجار استوائيه، يعني انا في فنزويلا وجايكم خبرات وفريق من فنزويلا. صديق يا اخي وين صديق ما يفوز ولا صديق جيب لي الكره خلنا نطقطق هنا خلنا نلعب. يلا يلا كات كات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ستريت مادنس او جنون الشوارع. الفعالية اللي راح تكون إن شاء الله يوم 27 في الصالة الخضراء التنافسية الرياضية بين 12 فريق نجوم الإعلام الجديد ونجوم إعلاميين أيضا هم بيقودون الفرق لينالوا لقب ملك الشوارع. أحب أنوه وأقول طبعا لها أجواء الجميلة، يعني ما شاء الله، يعني أجواء الرياض جدا جميلة جدا 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 جميلة. زي ما قلت بعد في عدم حلقات في مطر وعندنا برد وامورنا سعاده يا الله لك الحمد. ما له دخل الاجواء في الموضوع اللي بقوله، بس التذاكر موجوده يا جماعه في فتنس تايم، بدا بيع التذاكر موجوده في كل فروع فتنس تايم. وطبعا جيش التمساح هو اللي راح يكون افضل فريق في العالم. اخلص علينا يا اخوي، قبل 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 لا اخلص علينا. عرف بنفسه، عرف بنفسه. يا هلا وسهلا فيك التمساح. هلا والله، هلا وسهلا، تحيه كبيره لجيش التمساح. تحيه. نعم نعم نعم. هلا والله، انا احب اقول لك شيء، قول لي. لا انا احب اعرف الجميع عليك لانك توك انسان توك طالع في عز شبابك. انا نجم معروف، لا تعرفني. ما شاء الله، والمعروف لا يعرف. اكيد. ونعرفكم على ابراهيم سيكبمبي. لا تمساح معك والسب ابراهيم يا صديقي، والسب ابراهيم اهلا وسهلا فيك التمساح معنا. اهلا وسهلا تمساح. شرفتنا والله، نورت حبيبي. ادري والله، ادري الحين الشرف مليان هنا. الشرف مليان. إيه؟ الشرف يتملى. تدري ان راعي القناه الان راح يصلي ركعتين اني انا جيت عنده. ما شاء الله تبارك. معروف معروف. ما شاء الله تبارك. إيه؟ الله. طيب اخوي التمساح مستعد له؟ طبعا مستعد له طبعا للكارثه المائيه. كل شيء كل شيء. وش تبي؟ بطوله كوره باخذها، بطوله باسكتبول مائيه باخذها، بطوله كره طائره شاطئيه، كره طائره شاطئيه في البرازيل باخذها. وش تبي بعد؟ طيب تبي اطاق مع خوال بسطرهم بعد؟ لا هذه عاد تمساح. انت هنا تسوي لنا مشكله. لا حد يطق احد ولا تطري هالموضوع، لان عشان ما له داعي ان تطلع. انا بقول لك، انا اسف، انا اعتذر نيابه عني وعن نيابة كل خال موجود. اعتذر عن الكلام اللي قاله تمساح. سامحوه سامحوه. طيب مجرد تمساح. خالي خالي تمساح برنامج. بس لك سؤال لو سمحت. بس لك سؤال. تدري ان النهائي معروف من ومن؟ التمساح ومسيسيبي. الله مروف. الله يا اخي انت كبير. حبيت. وتدري كم النتيجه من الان؟ اقول لك كم. 10-0. عادي تفوز 10-0 مروف. بس مروف. انا وياك نوصل النهائي عادي، اي واحد يفوز انا مسامي. وتدري من اول فريق بينصق ويطلع برا من؟ فهد البتيري. طيب على طاري فهد البتيري تمساح، على طاري فهد البتيري خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع مره ثانيه نشوف. عرفنا بنفسك لو السؤال متى البطاقة الشخصية.
الطاقة الشخصية جيوفيزيائي قبل اسمك ممتاز. طيب كمل. طيب اللي لازم يقول اسمك اسمك روان ارشد. حياك الله اخوي فهد، عرفنا بنفسك اخوي فهد. معكم فهد البتهيري، جيوفيزيائي كوميدي سعودي ومقدم برنامج لا اكثر على موقع يوتيوب. فهد بتيري ليش وقفت لا اكثر؟ انا ما وقفت لا اكثر، هو فتره راحه فقط، اعاده هيكل الموسم الجديد، ناويين تغييرات جذريه في البرنامج، فخذينا فتره راحه تقريبا كذا شهر عشان ارتب اوراقنا. ممتاز. طيب اخوي فهد الحين انت في ستريت مادنس، لك خبره في الكوره ولا ما الكوره وشيء زي كذا؟ معروف فهد بتيري له خبره في الحسبه، في الرياضيات، في المسائل. شوف انا لي خبره، انا لي خبره بالكوره في الدوري الياباني. ممتاز. اي فيفا ويننج 11 الامور ذي. لما اجي ارض الواقع يعني اقوى مهاره عندي يمكن الانبراش. تنبرش؟ اي يعني تمارس الانبراش هذه الحياه الطبيعيه. انبرش الطبيعي. جميل. طيب انت مستعد للستريت مادنس؟ اي بتفوز؟ ان شاء الله باذن الله. طب يا رب. هو ده شوف انا اقول لك، انا بالنسبه لي انا اعتبرها اعاده تاهيل نقدر نقول ل ل ل للمواهب الدفينه، لانه هو اوكي ما كانت عندي مواهب دفينه مره يعني اول هو ما كانت عندي مواهب دفينه مره يعني، ودائما كانوا يختاروني اخر واحد في الفريق، لما كذا تقريبا في الصف الثاني المتوسط اكتشفوا ان بني ادم ينبرش براشة غير طبيعيه، صار اختاروني اول واحد. اوكي. اختاروني اول واحد وبعدين يقولوا اوكي انا ذاك. بس في نظام مباريات خماسيات ما في براشات، مش عارف ما لعب خماسيات انا. هو بطل الدوري خماسيات. اي اوكي ما راح انبرش. شوف انا في الحسابات اوكي يعني اعطيهم خطه، اعطيهم استراتيجيه كل شيء. انت بقول انت عندك شيء ثروة يمكن ما عندها الثاني، ممكن تاخذ حساب كم مساحه الملعب طول في عرض. مضبوط. وتوزع اللاعبين بالنسبه، وقيم اللاعبين على اللياقه، قيم اللاعبين على المهارات الفرديه، ممكن هذا الشيء وزعهم بشكل تكتيكي صح. العب انا كوماند اند كونكر واجد عرفت، فاقدر اضبط الموضوع، لكني كدور في الفريق كلاعب يعني يمكن في الدفاع اكثر شيء يكون مركزي. طب في 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 فريق تمساح داخل فريق ما اتوقع بيجون، يعني فريق التمساح اتوقع بيجون جيش التمساح. جيش التمساح يجون سياراتهم بيصيهم باجريهم. الله يستر. الخال مشارك اكيد، فريقه كلهم خوال. ابراهيم صالح بيجيب معاه حمودي، تركي العجمي بيجي فهد الهريفي ومحمد دعية، كل هذول يستعدون تفوز. اي مزروع وش مزروع؟ ايش بيجيب؟ دفاع. لا لا ان شاء الله انا بجيب خاشم يعني. لا لا انا اتوقع ان ميزه اللاعبين اللي بختارهم انهم مو معروفين مهاراتهم الكرويه، فالناس يقومون ياخذونهم يعني ما يقدرون ياخذونهم بجديه. هذا لاعب ما يعرف يلعب. بالضبط. انت تجيب سبايك. اجيب سبايك ينزلون. اي اجيب سبايك ينزلون في الملعب يكسرون رؤوس. والله على حسب. اي حسب ان شاء الله. طب يعني نظرتك المستقبليه للكره. اي وش بطلوها؟ بطلوها. لا هم ما بطلوها، هو دوري مخيس. دوري مخيس. ما تخيل الدوري مخيس. الا بعد خلال 5 سنين القادمه اتوقع باذن الله، لما يجيك جيل جديد من اللاعبين اتوقع انه في راح يصير تحسن. هو تعرف انت في فجوه تقريبا بين الجيلين، فجوه كبيره هذه راح قرب تنتهي باذن الله، وراح يجي موسم جديد ولاعبين جدد وتشكيلات جديده للفرق، واتوقع هذا راح يحسن الدوري باذن الله. كلمه اخيره تقولها لفريقك وجمهورك يا عيال، بيض الوجه يرحم والديكم، خلوني كذا اهايط على الشباب اللي كانوا معي في المدرسه، اقول لهم شوفوا اوكي ما كنت العب صح بس انه عندي فريق فاز. ف بيض الوجه. رجعنا
رجعناكم مشاهدينا بعد تقرير شفناه عن الاخ فهد بتيري وفريقه الاخ الكبير بس زبي الفنان الكبير الكوميديا هلا حبيبي عادي يا اخي ايش فريقهم اقسم بالله فريقهم عن الشماتة عن الشماتة شوف فريق البراعم حق جيش التمساح إيه؟ والله يصقعهم 20 والله نشوف الميدان يا احمد انا لازم اكون منصف يا شيخ عرفت ميدان مين يا قاعد اغمزلك انا قاعد اغمزلك انا لازم اكون منصف هنا يا التمساح ولازم فريق فهد بتيري ان شاء الله يفوزون يا انا بسالك سؤال ليش كلهم يلبسون نظارات زي فهد فريق دوافير قول لهم واحد زائد واحد كم وشو الجا والجتها والضتها هذا هم اللي يفهمون فيه اما كوره والله ما عندهم عن جد صدق خوفك انهم يحسبون سرعه مسار الكوره وشوتاتها وكذا يرجمون اخر شيء يا اخي شوفهم بيقعدون يقولون الكوره هذه لو اعطيناها دبل كيك انت تدري معلومه بس معلومه بسيطه إيه؟ معلومه بسيطه معلومة الفريق بسيطة. جيش التمساح جيش التمساح كلهم ما يلعبون الا رفعه ودبل كيك ما شاء الله بس طب لحظه ما عندكم انتم يعني انا صراحه ما انتم لاعب فريقك اوادم تدري ان رونالدينيو قال بلعب معكم قلت انا لا لا يا شيخ والله العظيم لا قال لك ترى مرسل لي رساله انا بعد ثري كلمنا كلنا لا انت مرسل لك كاريمبو كاريمبو مرسل لي مرسل لي ايتو عادي ايتو اي واحد مرسل لي ايتو بس كلمني ارسل لي رساله بس غريبه يا اخي ايش رايك طب اسمع انت انا افكر دام الموضوع مزمزه وكذا خليني اقول لك بس على خطتك اشرح لنا خطتك انا اقول لك على تجهيزاتي وخطتي انا اولا كلمت الاتحاد السعودي كرة القدم ما شاء الله وقلت لهم يعني ريكار ذا شعر اندومي خليه يجي عندي ممتاز خليه يجي عندي شوي اعلمه شلون يدرب وبالمرة يدرب عندي جيش التمساح ممتاز قال لي اوكي اوكي وجاء عندي وقعد ياكل حب من الملحق عندي وقال لي يلا تعال قلت له اوكي وقام يدربهم يعني خالصين التدريب مين؟ ريكارد ممتاز حلو ايه؟ وعندك ياسر قحطاني جاء مسكته حارس ياسر قحطاني حارس يعني في ناس احسن منه يلعبون بالضبط اي ممتاز وتمزيع ما في الا ظفر ممتاز وتمزيع تمزيع تمزيع ممتاز. وهو ينط يمين وينط يسار وما جابها ايه؟ يعني جاهزين ونبي اي فريق ينزل بنقوله استريح ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقكم والله يا تمساح اذا ياسر قحطاني حارس نعم. ياسر قحطاني حارس الله يوفقكم نعم طب لحظه تمساح يعني خطتك تلعب تقريبا هي مباراه خماسيه يعني. 5-3-2 هم كلهم خمسة يلعبون ثلاثة احتياط واثنين جمهور معروف شيك تضحك لحظة 5-3-2 المفروض انه في الملعب اتكلم عن خطتكم الملعب كم 5-3-2 اللي بيطقون الكورة يا تمساح 5-3-2 طيب الجمهور بيلعب معك 5-3-2 طيب سب هذا يا اخي والله العظيم يا اخي رقم جوال الظاهر طيب تمساح طيب 5-3-2 عندي سؤال طيب انا عندي سؤال دائما اساله تعرف الاسئله النفسيه ذيك اللي يقولوا لك التمساح التمساح عن التمساح الفنان لا انا بسالك كذا سؤال لو احد قال لك لو جاك كذا تمساح صغير بريء عرفت طفل تمساح كذا صغير بريء جميل قال لك عمو 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 تمساح شفت حصل لي ايه؟ لا عمو 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 انت تقول لي شفت الثلاجة؟ لا يقول لك يقول لك وش توعدني في البطولة؟ اوعدك؟ ايه يا اخي البطولة وليس غير البطولة عندنا لا لا صدق وش يعني شيء في المفروض ان شوف انا بحط جائزة جانبية شكلي ايه حلو حلو شكلي حلو انا بجي وشكلي بصور بعدستي السحرية ايوه وبسوي برنامج يوتيوبي الله ثاني برنامج يوتيوبي ناجح ممتاز مسخرة مباراة التمساح والبتيري بنمسخرهم والله كباريات كلها تشوف ممتاز حلو حلو طيب ترى هي شوف بلعب فيهم نفسيا قبل العب فيهم بدنيا ايه طب فريقك يدرون الجائزة في 50,000 يعني 50,000 ريال جائزة الفريق بس كذا يدرون طبعا ايه تدري اصلا الفريق من كثر ما هو اصلا كاش ايه بيعطي 50,000 تبرع للفريق بتيري يقول له يلا خل انت بلا تجيبون معكم دراهم اخاف فريق نوفل يجون يسرقونكم وانتم ما تدرون بالله عليك والله شكله فريقك والله اللي بيشلع كفرات لا لا احنا فريقنا معروف ايش بنسوي بنقعد نرقص شوي وكذا ونطقطق كوره على بالعيال لا لا انا ان شاء الله انت حكيني انت حكيني في فرقه جايه من بريطانيا بتسوي صحيح الفريق قلت لي صحيح صحيح هذولي فري ستايلر اللي هم يسوون مهارات فرديه حره طقطقه كذا اي قاعد يطقطق بالكوره ويسوي حركات جاي من بريطانيا الاول تدري شلون اول مره جيش التمساح احسن منهم ممكن ننزل جيش التمساح ويتحدون لهم في المهارات الفرديه في شيء ثاني التمساح غير اللي هو نذكره بعد نذكر في مشاهدينا الليزر شو الليزر شو جاء قبل كذا مره في الرياض في عرض البلاك لايت قد شفته قد شفته انا كنت ورا بالباك ستيج اي يوم صورت حلقتك اللي هو باك ستيج اللي هو كان يوم خاطر ظهر بيجي مره ثانيه في الايفنت بيكون معانا بيسوي ليزر والله شو. انا اشهد له شخصيا كان ليزر شو عظيم مجنون ذاك المكسيكي كان مجنون مجنون يسوي حركات انت في ذاك اليوم صرت ابيض اخضر
على لون الليزر والليزر ابيض عرفت والله ذاك اليوم تذكرت الدعيع يوم يحطون ليزر في عينه ايام الجمهور تذكر وردها يردها وردها مدعيع ما شاء الله مدعيع ما شاء الله عليه مدعيع يديه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اخطبوط اخطبوط الكره العربيه ما شاء الله الله يعطيه الصحه والعافيه والله كان ماسك الباب لو يا رجال لو دعيع معنا الحين كان الحين احنا وصلنا جميل جميل ايه جميل. نرجع ونقول انا مدعيع يمكن يحرس لي مدعيع يحرس لك انت مدعيع ان شاء الله حرس لي مدعيع اسمعني 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 على الهياط مدعيع ترى هو اصلا حارس كره يد كان قبل معروف 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 على الهياط ابو دعيع قال لي بجيك قلت له شوف لا تجيني ولا اجيك قال في الجمهور ولا اجيك كذا بيتكي عند الجمهور بيتكي عند الجمهور هناك طيب بس. ياسر قحطاني هو الحارس ياسر قحطاني بخليه رابطة مشجعين طيب تمساح وش توجه رسالة للفريق الفرق الثاني يا أخي الغريب برايم صالح مانا مانا ظهور ما طلع مهايطي ومسوي وانا حمودي حمودي ومدري وش شوف, شوف 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 ايه؟ برايم صالح ايه؟ على مسعد الرشيد على على مزروع المزروع مزروع مخيف مزروع الظاهر ان الجماهير حقونا شجر بيكونون الله العظيم وش وعندك مساعد الرشيد بيجي بيقول أولاو بنلعب أولاو بنفوز بيتكي بتكي طيب وعندك فهد البتيري ايه بياكل عشرة وابراهيم صالح كلها كباريات باقي لاين سبورت يجيبون هاي نشوف لاين سبورت بيجون محللين بيجون لك محللين ايه وانا قولوا عندنا ولا ومنك بيلقمون سبعة ما في أحد أنا كله بلقمة خمسة سبعة عشرة 15 الشفاف الكبير في شفاف كبير مشارك معانا استاذ في الشفافيه ايه تركي العجمل هو يسولف عن كوره شفت تركي العجمل ايه 15 اقل شيء يا رجل ما في ترى مره متحمس ما في تنافس قابلته يوم الخميس هو يقول لي فايز فايز هو يجي برنامج كوره انا معلمه شلون الكوره ايه؟ والله مزعه تمزيع هو وفريقه الميدان يحمي يا اخي الهياط ذا انا ما احبه بس يا اخي فرض من فروض الحياه انهم يعرفون ان الكبير كبير والصغير صغير والقطه بتاكل بس اللي قاعد تسويه انت الان التمساح ابدا ما هو هياط أبداً هذا بالعكس هذا حقيقه هذا حقيقه وهذا الواقع وناخذ اتصال معنا ونقول الو مرحبا لا تحمست معلش استمر طب التمساح يعني كوجودك انت اول ظهور تلفزيوني في استديو كذا انت موجود معانا نتشرف احنا في قناه لاين سبورت في برنامج ستريت مادز قول لنا يعني اعطينا شيء كذا يعني انا انصح كل احد حتى قنوات التلفزيون العالميه إيه؟ من فوقها من السي ان ان الى صغيرها في الشيخ مخبخ هذه تفتح بعد شهر إيه؟ تابعوا قناه افضل برنامج يوتيوب ناجح وتعلموا كيف الاعلام انت الان يعني ما شاء الله وصلت مرحله الاعلام اللي هو خلاص قمه الاعلام وش رايك انت اعلامي كبير نعم وناجح وبرنامجك انجح نعم. برنامج يوتيوبي فعلا تمساح نعم. انجح برنامج يوتيوبي ناجح في الناجحين في الناجحين انت دائما انت الاول التمساح استمر نعم كنت ضيف معانا في برنامج ستريت مادنس واقول لك الميدان يا حميدان وفي تويتر يعني خف علينا شوي لا تجلدنا والله لا اجلدكم جلد في تويتر تابعوني في تويتر وتابعوا هاشتاج جنون الشوارع وتابعوا سكيبيبي ابراهيم اللي دائما يزعجنا مساء الخير مساء الخير انا اقول مساء الخير سنور بس في الاخير احنا شكرا لك انا بأشويك ان شاء الله في تويتر وفي الملعب تشويني اكثر ما انا ننزل الملعب ونشوف مش تشويني اكثر ما انا مشوي واشويك وخليك مقلقل بعد طيب يعطيك العافيه التمساح يعطيك العافيه ضيف جميل كان معانا في حلقه اليوم متحدي داخل بقوه انا صراحه كنت خايف شوي من كلام سعد رشيد لكن انا اقول بطوله التمساح خلوا كلهم الغمزه هذه خلوها بيني وبينكم بطوله كلها للتمساح سعد رشيد شكرا لك التمساح كنت ضيف جميل معانا شكرا لكم مشاهدينا انتهى وقت البرنامج بس اذكر قبل لا نطلع حنا من البرنامج تابعونا يا جماعه الخير على هاشتاج جنون الشوارع او اليوزر ستريت مادنس ولا تنسوا التذاكر موجوده في كل فروع فتنس تايم والايفنت يوم 27 الى حلقه جديده من ستريت مادنس نراكم على خير السلام عليكم ورحمه الله مع السلامه مع السلامه على السلامه التمساح We'll be right back.